نور النور يا احمد. كل ده فجأة؟ اه كل ده فجأة. نور النور. تعالى حضرتك. نور النور وريني جوه المرض. حصل يوم الجمعة الساعة 3 بالليل، سمعنا صوت بالليل حاجة ضربت، قلنا أنبوبة بتاع، بصيت على البيت مش مذاكر مرتبة غاز وبيها نبي عندنا نبي بتاع عندنا شحالة. قعدتك تاني يوم الصبح جيت هنا عند صاحبي جيران احنا نادم عليا، فقال لي تعالى شوف البيت مزع ازاي. ففوجئنا بالتمزعات من يوم السبت لغايه السبت اخر النهار، لقينا الحاجات بتوسع. انا بجيب العده يعني في خلال ساعات، يعني انا هجيب العده ربع ساعه بكتير واكون عندك. بصينا لقينا كده بدا يوزع كله. احنا ما نعرفش ايه اللي بيحصل في الشارع دوت. مره واحده بيوت سند على بعضيها، البيوت بتتكركب، البيوت بتتمزع بسبب ايه مش عارفين. ما بنسيش اي حد في الكلام، بس احنا لقينا البيوت بتريح، البيوت بتمزع زي ما حضرتك شايف، الناس بتنزل حاجتها. انا جيت كان عندي حاله وفاه بالصدفه، بسال واحد جيراني بكلمه، دخلت الحمام الحاج سمع ده مش بيته، مش في ظهري انا، بيته اللي في ظهري اللي هو البيت اللي بره التاني ده سند على دوت. جيت عم الحاج، ايه عم الحاج؟ قال البيت مزع. الله يعينك يا عم الحاج، وخدت بعض ومشيت. اللي ضررني مين؟ اللي بره. طلعت بكلمه تمام، راح قال لي كل واحد يحمي نفسه. ماله البيت الظاهر ده؟ ايه القصه اللي فيه؟ بكلمه بيته برضه مزع بنفس الطريقه كده. بكلمه سلام عليكم وعليكم السلام يا عم جاسم، قال لي البيت مزع وانا هبني، وانا ههد وهبني. ده اللي حصل، انا بتكلم صح. قال لي انا ههد وببني وهبني. طب انت يا عم جاسم، انا بيتي مريح على بيتك. قال لي انا اعمل لك ايه؟ انا بيتي بيوجع، اعمل لك ايه؟ كل واحد يحمي نفسه. اتصلت بالنجده، جت النجده وجي حصل اللي حصل، وجي المباحث وجت الدنيا هنا تبعتنا. ما حدش بيدينا افاد. المحليات جت قالت لكم ايه؟ ايه اطلعوا من البيوت، ما حدش يبات في البيوت. معاينات بتيجي ما نعرفش ايه بيتكتب فيها. حدش حدد لكم مكان بديل؟ طب ما حدش حددنا. قالوا لنا انتم المسؤولين، انتم المسؤولين. لا هو هم سبعة قرار ازاله النهارده. في الاوراق الحاجات جت من البندر من مديريه الامن بخلاء تمن بيوت. ايه السبب للي حصل في البيوت ده؟ من كذا ما نعرفش. نور النور يا احمد. كل ده فجأة؟ اه كل ده فجأة. نور النور. تعالى حضرتك. نور النور وريني جوه المرض. نور النور.